انخفض سعر برميل النفط الكويتي دولار و26 سنتا ليصل إلى 80 دولار و73 سنتا للبرميل وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت $2.23 سنتا ليصل إلى 79 دولار و94 سنتا، بينما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو $2.5 ليصل عند التسوية إلى $73.39 للبرميل.